هاي شباب، النهارده انا جاي العب اللعبه دي اسمها ليمبو. اللعبه ديت لعبتها زمان جدا، لعبتها مره واحده، انا ناسي فيها حاجات كتير بس قلت هلعبها معاكم. اللعبه ديت مفيده، بتشغل الدماغ جدا، بتخليكم تفكروا ازاي اعدي المرحله دي وازاي اعدي المرحله ديت، وانا هلعبها معاكم من اول وجديد. جاهزين؟ اللعبه ديت يا جماعه بتنشط الذكاء جدا، هي فيها شمال ويمين، ممكن تنط اوكي، وفيها كنترول، ممكن تدوس على كنالة كنترول، بس ما اعرفش الكنترول بيعمل ايه دلوقتي. اوكي هننط ديت، يلا اوكي عدينا اول مرحلة. ده مات معلش اوكي طلعت غلط دي. اوكي ده بيتزحلق، اتزحلق يا حبيبي. اوكي عدينا، نعدي اول مرحلة ديت. طب بتزق؟ ايوه دي ممكن طب ارجع ورا. اوكي طب فكروا معايا، طيب ايه الحل؟ طيب اوكي اوكي احنا نرجع تاني، هننط معلش انا اسف، هو اتعلق كده ليه؟ متبشع ده، بس في حاجه لازم فيها حاجه. انا قلت كنترول، انا كده دوست على الكنترول وهرجع لورا. اوكي تعدي تاني، هنعمل ايه؟ هننط فوق. ايه يا عم يطلع. اوكي في حبل، هو انا مقلق شويه بس ايوه هيموت. هي رجليك كسرت بس هتيجي المرة الجاية. يلا يلا نط بسرعة 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 بسرعة، مش هموتك تاني، انا مش هموت. انزل يا حبيبي انزل. ايوه اي بس كده حلو زي الفل. ايه ده مريحة دي ولا ايه يا عم؟ انزل. طب انط فين؟ وانتوا قولوا لي، لو نطيت كده هيموت ولو نطيت كده مش هيموت. هو راح فين؟ طيب اوكي هو غيري. طيب معلش انا تعبتكم معايا، بس احنا هنفكر مع بعض يعني. اوكي انا هنا سبت نفسي وما ماتش. طب انا هطلع الناحية التانية. اوكي ما ماتش، احنا قلنا نرجع هنا. هنا في مية، هنرجع بالمية نمشي. في مركب. طب الجنزير ده هنعمل فيه ايه بالجنزير ده؟ ده هتفك لوحده. طب كويس، يلا المفروض هنا بقى نشغل لنا اغنية مثلا. ما يوصل بقى، يلا ليمبو ازوق معاك، يلا زوق. ايه ده ماسك؟ ارجع الناحية التانية، خايف اطلع. زوق يلا كده، وصل للشط ولا ايه؟ اوكي هنعدي ديت. هو احنا المفروض نطلع فوق، بس نطلع فوق ازاي؟ ده موضوع كبير. طب رجعي تاني. الله لا انتوا تفكروا معايا، اكتبوا لي في التعليقات. ده اكيد في حاجه هنا، تحس ان انا نازل غطس، نازل اعوم. هنعمل ايه طيب؟ كنترول. ايوه ايه ده بيزوق، ده طلع قوي. تعال يا حبيبي يلا نط فوق، اطلع هنا. اكيد الحبل ده بيتمسك. لا ما موتش بقى تاني. ده هنا بقى حوار. ايه ده؟ ماشي
زي الفل. طبعا انا هنط الناحية التانية، ما فيهاش كلام. طب فوق، ايوه زي الفل. امشي يا حبيبي امشي، موضوعك يعني هو شكله انا مخيف ومش مخيف، بس انا حاسس ان انا خايف، بس انا ما اعرفش ممكن يظهر لي وحش او يظهر لي حاجه. ده ايه ده؟ انا ما بحبش الموت. طيب انا هعدي من فوقيها جامب عالي. يعني دوت غلط والتاني يجي صح، هو ايه اللي انا بقوله ده؟ طيب ايوه لا ورا. طب ليه؟ ليه؟ طيب ماشي بالراحة. ستوب. لا حد يجي يلعب مكاني. استنى تعال تتعدى بقى. كانت بص كان ناقص فتفوته، فتفوته وانا كنت هروح فيها. يلا امشي. ده ايه ده؟ دبان. ايوه اكيد هطلع هنا فوق. خضتني خضتني، بتخض. طيب دي تقريبا ليها فكره، يعني فكرتها ايه؟ بص بقى ذكائي، نعمل دينا كده نط. ايه ده؟ ده خير. تعال. هي بص هي دي هتنزل، دي هتقفش كده هتفرتك ونطلع فوق. هي كده تقريبا يعني، ده 100% يعني. اوكي تعال يلا. هو ده اسمه ليمبو يعني؟ هي لعبة اسمها ليمبو بس ما اعرفش هو اسمه ايه. ايوه كل ايوه يا معلم. نط بقى هنا. ذكاء اكيد طبعا، يعني في مرحلة سهلة ومرحلة صعبة، هنخش دلوقتي في الصعب اكيد. انا فعلا انا ناسي اللعبة بجد. في حاجة هنا. ايه ده؟ لا 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 ده اتخرشم اكيد. هنط من فوقيها صح؟ اكيد. يرجع 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 حبيب قلبي. معلش تعوض المرة الجاية. حلوة النطة دي. نط حبيبي يلا. هنعمل ايه دلوقتي؟ ده شوك ده؟ لا مش شوك، ما طلعش شوك. ايوه ده ايه ده؟ حبل ده ولا ايه؟ علينا. بص يا جماعه ديت هتتزق، طلعين فوقيها. ايوه ايوه يعني انتوا تفكروا معايا برضو، يعني خلي تفكيركم يعني الذكي اكيد هيكون هو قاعد بيتفرج على اللعبه وعارف انا بعمل ايه، وعارف ذكائه هيقول لي اعمل في ديت ايه. ايوه لا ارجع 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 يا عم الحاج. ارجع. طب امسكها تعالي. ايوه انا تبع الحبل ده زي الفل. يبقى نط من هنا اروح على هناك. طب ازاي ده؟ مرجيحه يعني زي المرجيحه. طب ازاي انت هتنط من ورا؟ ازاي من ورا؟ خليها من قدام. مش هينفع بس هجيبها هجيبها. تعالى. ايوه يلا. طب اطلع فوق شويه. الموضوع صعب. خلي وشك الناحية التانية. طيب ما تضايقنيش. ماشي ايوه
المرة دي هتيجي يا جماعة، هتيجي. يلا واحد اتنين، المرة الجاية هسيب. يلا زي الفل. نمسكها ازاي دي بقى؟ اهو الناحية التانية. ايه يا عم مالك؟ تعال. ايوه اهو، انا شاطر اهو. دي بقى مفيش حاجة هنا. ايه ده؟ دي بتتكسر بتتكسر بتتكسر. لا انا فهمت دلوقتي، انا يا لهو انا عيد تاني من الاول. معلش يا جماعة، معلش يا شباب، نعيش مع بعض شوية. يلا بس اوقف هنا فوق. بس انا عرفت هي تقريبا الخشبة ديت هتقع، بس انا مش هقع وراها، انا هنزل نفس نفس النزلات التانية. اوكي يلا نط، هنزل نفس النزلة كده وكده وكده. يلا لو كان هيقع كويس الحمد لله. يبقى هنزق دي كده. سمعت صوت البحر كده هنا. ننزل هنا نرجع تاني. طب انزل. لا انزل. ايوه كده زي الفل يا عم. انزل. لا ما تحملهاش دي. هنزقها تقريبا. ايوه يا سلام. قلت لكم يا جماعه اللعبه، اللعبه جميله، بتخلي مخك يكون فيه ذكاء كتير، يخلي العقل فيه ذكاء. المخ غير العقل ولا ايه؟ ولا اي حاجه بقى اللي انا بقوله ده. هي في بتاع فوق اهي ده، ايه انا مش فاهم، معلقها كده يعني اللي هو اهزر يعني. لا انا ابتديت اخاف. لا لا ايه ده؟ ايه ده؟ ده عنكبوت. ايه ده؟ ايه ده؟ تحس بيقول لك بيعمل لي كده. دي هتعمل ايه؟ آه! ليه عملت كده؟ انا قلت اللعبه دي في يعني فيها رعب شويه يعني. طب اعمل ايه؟ ايوه انا جات لي فكره. ايوه هو طالع كده فوق واجري مره واحده. معري انا سمعت صوت حاجه. اه البتاع دي بتنزل يا جماعه. البتاع ديت هتمسك في ايه؟ في العنكبوت ده. بس البتاع دي لازم تنزل. يبقى اكيد لما بيضرب دي بتتهز هناك يعني مثلا. اضرب كده تاني. يلا اضرب. نزلت. هنعدي الناحية التانية كده. ليه؟ ما انا كنت قربت. لسه نعيد تاني من اول. لا دي على طول. طيب انا عايز امشي الناحية التانية كده. ايوه كده ونزق. الموضوع ابتدى يكون مشوق يا جماعة. يلا بص انزل عليا موتها دلوقتي. انزل. ايه ده؟ لا مش هنا، مش هنا الناحية التانية. كنت تيجي كده شوية بس انا فهمت. يبقى امسكها ارجع شوية. اوكي عارف اعمل ايه. بص يا جماعه انا فهمت. بصوا انا هفضل ماسك البتاع كده، هفضل ماسكها، هو هينشل هيرفع ونزل كده شويه. مات. يبقى فاضل اتنين. تعالى موت موت موت. هضحك عليه ومراجع كده سنه. كده موت اتنين. يا ليه التالت؟ التالت انا؟ التالت ما يكونش انا. طيب ما يكونش انا. مش عارف اعمل ايه. طيب ماشي تمام هنعمل كده. اوكي امشي. حلوه برضو اللعبه يا جماعه بجد، يعني بتخلي ذكائكم عالي شويه. افضل ماسكه. بص هو بينشل عليا. هقوم راجع كده شويه. انسى هو كده اتضرب. امشي تاني. نشل عليا.
انا هنا اهو، اطلع تعال. اوكي كده التاني. هو ايه واحد كده على طول يعني شغالين على طول؟ طيب ماشي انا مش هسيبك، اوعى تموت بقى تاني. يلا يلا، انا بص هعتبرها اللي ديت اخر محاولة، هتعب يعني لكن اخر محاولة ليا. ان شاء الله ان شاء الله تيجي. يرجع ينزل عليها، ماشي كده رقم واحد. واحد بينشل بقى من فوق، تعالى يلا انزل تعالى. واحد بينشل على طول بقى، لا انزل لا حبيبي تعالى يلا كده المفروض. ايوه اهو جري، ده عنكبوت يا خبر ابيض، بتلعب فوق. طب انا مقلق، انا بجد مقلق. مشي طيب. انا ماشي وانا خايف في حاجه تانية ولا ايه. يلا نط امشي، لظل صباصير ولا حاجه. او خنافس. ايه ده، ده بتاعت العنكبوت يا جدعان، شكله يطلع لي عنكبوت يطلع لي عنكبوت. ايه ده انا مش عارف امشي بجد، انا لزقت. ايه ده انا لزقت يا جماعه، في عنكبوت جاي، في عنكبوت جاي. نط طيب، اعمل اي حاجه، اعمل اي حاجه. عنكبوت بجد، انا مسكت في ال. لو انتوا عايزين نكمل الفيديو او كمل حلقات تانية في اللعبه ديت اكتبوا لي في التعليقات. اوكي باي باي، ما تنسوش تعملوا سبسكرايب، تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، تعملوا لايك لو عجبكم الفيديو. باي.